أعزائي متابعي قناة فادي التعليمية، أهلا ومرحبا بكم. لدينا اليوم هنا استشوار حراري صناعي. هذا الاستشوار فيه مشكلة بالداخل، يظهر أنها المشكلة في الماتور، لأنه لما نشغله هاي صوته الدوران مش طبيعي. هاي شايفين كيف يعني، وبعدين بصير أحمر أحمر هون، بتوهج، ما فيش كمية هواء كافية. إذن المشكلة احنا بنحددها عادة في المحرك أو في مروحة المحرك. خلينا نفتح ونشوف الجهاز من الداخل، نتعرف على أجزائه. المقدمة هاي لازم نفتحها، بتلف باليسار هيك ونسحبها. هاي طلعت المقدمة الحراري، في لها سن هون بتركبها، هي فيها سن بتركب بالشكل هذا، بتلفها هيك. هاي القاعدة عشان نفك الغطاء هذا. الغطاء هذا فيه براغي هون، خمس براغي، وفي هذا الشنكل لازم نشيله. هذا الشنكل العلاقة هاي لازم نرفعها لفوق هيك ونشيلها حتى نفصل الغطاءين عن بعض. هاي ماسكة هون ظهي، نرفعها بالشكل هذا تطلع معنا هاي العلاقة. بظل البراغي الخمسة، يعني شبه أنا شبه حليتهم، حسب راح نحلهم. هذا واحد، هاي اثنين، ثلاث، بالنسبة للغطاء الخلفي هذا، إذا شلته أو ما شلته يعني نفس الشيء، لأن الغطاء هذا جاي فوقه، يعني هذا ترتيبه فوق هذاك. راح نفتح الآن الغطاء، نرفع الغطاء الأزرق هذا ونشوف الأجزاء اللي بالتحت اللي تحت. لاحظوا إنه هذا اللي الماتور مثبت على هذا، راح نقلبه بالشكل هذا. هذا غطاء الخلف، غطاء خلفي، تثبيته سهل جدا، في له هون هيك. رفعنا الغطاء هذا، يبين عندنا الأجزاء التالية. هون مصدر الطاقة الكهربائية حام وبارد، جايت على مفتاح تشغيل كهرباء على واحد وتشغيل كهرباء على اثنين. في عندنا هون اللوحة الإلكترونية هاي مشان تعطي المحرك هذا، لأنه بيشتغل على 12 فولت، لازم دي سي تيار مستمر، ولازم هاي الدائرة تخفض الجهد الكهربائي عن طريق الدايود هذا الكبير، وبعدين عن طريق الدايودات هذا بصير دي سي تيار مستمر. هذا المحرك مثبت هنا في برغيين، لازم نفك البرغيين هذول حتى نشيل المقدمة هاي الأمامية. الآن هذا البرغي الثاني. الماتور في هنا وصلة بين الماتور والمقاومة الحرارية، وفي هون قطعة مشان تبعد المقدم الحراري الاسطوانة هاي، تبعد حرارتها عن جسم البلاستيكي هذا في القطعة هاي، في الرنديلة هاي. إذا هاي الأجزاء. هسا خلينا نفتح المقدمة. هاي فتحت هون، هاي ما بتكون ثابتة، هاي بس سن بمسكون ضي بهاي هيك، هاي تثبيتها يعني، وبتنحط وبتثبت البرغيين بثبت المحرك. لو فكينا هاي نشوف شو الخلل بالداخل هون. هذه المقاومة الحرارية جوا، وهاي المروحة هون، هاي المروحة. لو فكينا المروحة شوي، لاحظوا هنا في كسر بالمروحة، هذا هو السبب انه بلف المحرك، هذا المحرك بلف والمروحة مش ثابتة معه، في كسر. لو قربت الصورة، قرب الصورة خلي تبين هنا الكسر الموجود في المروحة. لا واضح، واضح الكسر. خلينا احنا نلزق هاي مباشرة هون، او بنجيب مروحة بدالها، مروحة نفس القياس وبنركبها بدالها. بس احنا هسه راح نحط هون السوبر جلو ونلزق هاي في مكانها الصحيح هيك بالشكل هذا ونجرب. هذا السوبر جلو AK-FIX MAX 705 لاصق، وهذا البخاخ بنرش عليه مشان ينشف بسرعة. في الفراش هذا ركبناه، ضغطنا لتحت بحيث ما يضرب هون، ما يضرب بالفراشات هذول. هذا الفراش هون في زعانف هون ما يضرب فيها، رجعناه على الآخر. في لاحظنا كمان في خلل ثاني
اللي هي هذا في توسع بالبوكس اللي هون، توسع بالبوكس بالمحرك يعني، بس ماشي حاله يعني. هاي الحركة، هاي الحركة يمين شمال ما لازم تكون موجودة. طبعا هذا وين الحركة؟ في المحور، المحور بيكون عبارة عن بوكس دائري، والمحور بداخله بصير في توسع، بصير يلعب زي هيك يعني. هذا لازم يتغير البوكس، بس مش موجود هاي البوكسات الصغيرة، او بصير احنا بنعمله عملية تضييق. لكن هالسيارات هو بيمشي حاله، راح نجرب هالسيارات ونشوف كيف. طبعا قبل لا نجمع بنحط هذا الهواء مشان يبرد المروحة، مشان يبرد المقاومة الحرارية، ونقدر نجرب هيك نحط بالكهرباء. الآن بدنا نجرب. طبعا هون تقدر تصور في حرارة مبينة، الخط الأحمر، هاي صوت، صوت الجرشة، صوت الصوت الجرشة هاي هي من توسع البوكس القليلة. هاي سرعة أقل وهي السرعة العالية. خلينا نجمعه ونركبه ونشوف كيف. شوية زيت هنا على البوكس مشان يعني هذا الزيت على البوكس، وعلى البوكس من الجهة هاي كمان نقدر نضع زيت. ننقط نقطة واحدة بس. إذا هاي زيتنا مشان يصير حركته سهلة، لأنه في كمان يعني صوت للبوكسات هيك بصير يعني. ويفضل تغيير هذا المحرك، هذا المحرك متوفر بالأسواق يعني. لو اشتريت هذا المحرك بدلته كامل بصير تجيب نفس القياس، القطر الخارجي والطول والفولت تبعه، وبعدين الفراش بتقدر كمان تغير الفراش هذا بيرجع وكالة. لكن هسه يعني وضعه بنقدر نقول انه جيد. الآن جمعناه هاي هيك، وبدنا نرجعه مكانه. بنرجع هاي وبنرجع القاعدة هاي بالشكل هذا، نجمعه مكانه. وهاي المرغيين هون، وهاي القاعدة حطيناها بالمكان تبعها. نيجي للقاعدة الإلكترونية، في إلها برضو مكان هون، نحطها بالمكان هذا، نخصص المكان هذا. وفي عندنا المفتاح هذا بيجي هو. الآن بعد ما ثبتنا المحرك، في برغيين هذول صار لازم نحطهن في مكانهن هون، ونثبت مشان نثبتن المحرك وثبتن المقاومة الأمامية، المقاومة الحرارية. وهذا الثاني كمان، البرغي الثاني نحطه في مكانه وخلاص. هيك هون طبعا نضغط عليه، حتى لو ما ضغطناش عليه بالاخير بركب. وهاي بالنسبه للوصلات، هاي كليات الوصلات بنجمعها في المنطقه هاي. وهذا الفيش في له مكان هنا، وبعدين بس بضل علينا نحط الغطاء ونرجع كل شيء زي ما كان. بنحط الغطاء هذا وبنرجع الاغطيه كامله، وبنرجع هاي وبنرجع البراغي. واضح؟ نصور هذا الجهاز. خلاص. وهيك مع تحيات قناة فادي التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.